ودائما من خلال صباح الأربعاء نحاول أن نحتفي بكل الجمال وبكل المبادرات في هذا الوطن التي تسهم في الرقي بهذا الوطن وتكافح مختلف المشكلات المجتمعية، وأملنا دائما في فرد معافى ومجتمع معافى. سودان خالي من المخدرات هو عنوان الورشة التي ستنطلق اليوم بوزارة الشباب والرياضة، والحديث حول هذه الورشة سعداء أن يكون معنا الأستاذ سيد الهادي محمد الزاكي مدير الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. مرحب بك وصباح الخير. أهلا مرحب بك. مرحب بك. مرحب بقناة الشروق وأهلا ومرحب بكم. مرحب بك. وخلينا بداية نتحدث عن هذه الورشة والأهداف منها. بالتأكيد في هذه الأيام يتحدث الجميع عن هذه المشكلة التي يمكن أن تكون يعاني منها الجميع، والحديث عن المخدرات. الأهداف لهذه الورشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الورشة هي جاءت في إطار طرح دولي، طرح الدولة، والدولة الآن متبنية قضية كبيرة هي قضية المخدرات، وهي من القضايا اللي أصبحت مزعجة لكل العالم، ونحن كجزء من العالم عانينا من هذه المشكلة كثيرا يعني. والورشة هدفنا منها أنها أولا تعمل حراك مجتمعي ضد المخدرات، والشيء الثاني أنه نقدر نستطيع أن نكون أكبر مكون من مكونات المجتمع، على أساس أنه الشباب هم الآن الرمح الممكن يقاتل في هذه القضية. وقصدنا من الورشة أنه نعمل حراك مجتمعي في وسط كثير من المنظمات الشبابية والمبادرات، ونقود توعية كبيرة جدا باعتبار أن المخدرات الآن هي مهدد مجتمع، مهدد للتنمية، مهدد للاستقرار، مهدد لكثير من القيم والعادات والتقاليد التي يتمثل فيها المجتمع السوداني بالسماحة والطيبة وكل هذه الأشياء. قصدنا أيضا من هذه الورشة أن تكون هنالك ميثاق تتواثق عليه جميع المنظمات الشبابية، والميثاق عنده صيغة معينة، وقصدنا منها تكوين آلية للمتابعة، وآلية تكون مستقرة تعمل على وضع كثير من المناشط والبرامج والتوعية ومعالجة الفحص والاكتشاف المخدرات، والتنسيق مع المؤسسات الرسمية، والتنسيق في الإطار مع الجهات التنفيذية على مستوى المحليات، وبالتالي يبقى الهم هم دولة، ولكن يقود الشباب باعتباره هم الجهة الفاعلة وهم الجهة النشيطة ممكن نبني عليها التنمية. والحديث عن سودان خالي من المخدرات يمكن يكون هو طريق طويل لمحو هذا الجانب، أو الحديث عن هذا العنوان أن يكون السودان خالي من المخدرات. يبقى البداية أو تبقى البداية في هذا الحديث هو حديث عن وصول المخدرات نفسها، الحديث عن المصدر وقضع المصدر، فكيف يمكن أن تكون من خلال الجوانب المختلفة، إذا كان في الجانب التثقيفي أو التنفيذي من خلال الشباب يمكن أن نقطع المصدر؟ المخدرات هي في النهاية لها مروجين ولها متعاطين طبعا، ولا بد أن يكون هنالك توعية كاملة تامة. التوعية دي أصحابها وتستصحب معها كثير من التدريب والتوعية والوعي وتجفيف المنابع وتجفيف المصادر الممكن تساهم في توفير المخدر نفسه يعني. وأيضا يكون هنالك مجموعة من القوانين الممكن تحكم هذه المسألة يعني. أيضا من المسائل المهمة توفير فضاءات، سواء كان على مراكز الأندية، مستوى الأندية الشبابية، أو على مستوى الأندية الرياضية، أو على مستوى المراكز الشبابية. دي بتحدد هي كيف نحن نملى الفراغ الموجود بالنسبة للشباب. لا بد أن الدولة تتوجه إلى تدريب الشباب في كثير من المجالات، توفر لهم مهن، توفر لهم تدريب تقني، توفر لهم تدريب مشاريع إنتاجية، توفر لهم مشاريع إنتاجية تسهم على أساس أنها هي تملأ الفراغ الموجود بالنسبة للشباب، أو تسهم لهم أندية يمارسوا فيها كثير من الأنشطة
الرياضية، الأنشطة التوعوية، تنمي فيهم الجانب الديني باعتبار أنه هو جزء من معالجة بالنسبة لكثير، خاصة الشخص لما نتعامل مع الوازع الديني باعتبار أنه قيمة ويفترض يحافظ عليها في هذا المجال. سن التشريعات، التنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية في كيفية محاربة هذا النوع من السموم، عشان نحن نقدر نخلق مجتمع فيه جزء من التنمية والاستقرار. صح، وزي ما ذكرت يعني هو الفراغ الزمني والفراغ الروحي وغيرها هي من المسببات لهذا الجانب ولوجود المخدرات في المجتمع. ولكن يعني كثير من الطرق للوقاية دائما نتحدث عنها في حديثنا عن محاربة المخدرات أو مكافحة المخدرات، وبالتأكيد الحديث مطروق يعني السامع الآن، لأن احنا نتحدث دائما عن مكافحة المخدرات، لكن ما هو الجديد في الجانب الوقائي من خلال هذه الورشة؟ الجانب الوقائي نحن عندنا تقريبا بنقول انه الدولة هي بتتبنى، ولكن الدولة الآن دول متقدمة ودول متطورة بتصبح تعتمد على المكونات الشعبية والمكونات المجتمعية، باعتبار انه المسألة لما تكون لابد ان المجتمع يساهم فيها حاضنة مجتمعية، فمساهمة المجتمع عن طريق مكوناته ومساهمة المجتمع عن طريق الأسر، الأسر لها دور فاعل جدا في مسألة الوقاية. الدولة ممكن أن تسن قوانين، الدولة ممكن أن تعمل على تضمين أضرار المخدرات آثارها كمنهج تعليمي يبتدي من مراحل الأساس، على أساس أنه يكون فيه جانب بتاع توعية كاملة. الدولة ممكن أن تطرق المسألة على مستوى الجامعات باعتبار أنها أيضا هي من المؤسسات الممكن تخلق جيل واعي في جانب الإدراك بالنسبة للمخدرات. الدولة ممكن أن يكون عندها قانون فاعل جدا بمحاربة المروج أو محاربة التاجر أو محاربة المتعاطي حسب مستوى كل واحد منهم، تكون فيه عقوبة تحد من هذه المسألة. الجوانب دي كلها لو اتضافرت واتوحدت بتبقى هنالك في مسائل ممكن أنه تقلل من مسألة الإدمان. توفير الآن المتعاطي المسألة بالنسبة له سهلة وميسورة، ممكن تجفيف المنابع اللي بتجيب بتوفر المسألة دي، هي أيضا واحدة من المسائل دي فيها جوانب حكومية. صح، وبنحتاج يعني فالرغبة الشعبية آه. والرغبة الحكومية اللي تضافرت مع بعض حصل فيها تنسيق، ويبقى المسألة بتحكم وبتقلل. بالتأكيد وبنحتاج جانب عالي من الرقابة وجانب عالي من هذه الجرعات التثقيفية. هنعود للحديث عن جوانب الوقاية والمكافحة المختلفة للمخدرات وما يدور من خلال هذه الورشة بعد الفاصل. تحية لكم مشاهدينا، وتواصل هذا المدى على شاطئ الصباح لليوم، ونتحدث عن هذه الورشة لوزارة الشباب والرياضة، سودان خالي من المخدرات. سعداء أن نستضيف أن نرحب من جديد بالأستاذ سيد الهادي محمد الزاكي، مدير الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. مرحب بك من جديد، وكنا نتحدث عن هذه الورشة المقامة اليوم في جوانب مختلفة لأهداف هذه الورشة. خلينا مباشرة نتحدث، تحدثنا عن جوانب مختلفة للوقاية وكيف يمكن أن تكون الجرعات التثقيفية في جوانب مواكبة للشباب. كثير من الرسائل اللي ممكن تكون هي في الجانب التوعوي أو التثقيفي قد تكون هي ما واصلة للشباب لأنها ما موجودة في مساحاتهم، كيف يمكن أنه نرسل رسائل مواكبة وحاضرة في مساحات الشباب؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الورشة هي واحدة من الانطلاقة كما نسميها، باعتبار أنها يبقى بعد ذاك برنامج متكامل بالنسبة لي. الورشة أيضا نحاول نقدم فيها مجموعة من الأوراق، والورشة حرصنا أنه يشارك فيها عدد كبير جدا من المنظمات يعني الشبابية. سبق الإعداد للورشة لقاءات بمنظمات شبابية بلغت تقريبا من منظمة لمبادرة أكثر من كم 30 يعني مكون مجتمعي، هي كلها شبابية، وضعت الرؤية لمعالجة خطط وبرامج على أساس أنها يكون دافع لمعالجة المسألة. والشيء الثاني أيضا من تم إعداد مجموعة من الأوراق تطرح في هذه الورشة. الأوراق تناقش قضية المخدرات من كل جوانبها، الجانب التوعوي والجانب الصحي والجانب الوقائي والجانب العلاجي وكيفية توفير العلاج في مراكز تكون هي في النهاية تحفظ السرية بالنسبة للمتعاطي وبالنسبة للممكن يتعالج يعني. أيضا الورشة هي حتى تتناول يعني تجارب كثير من الناس اللي تعافوا من تعاطي المخدرات، وأيضا الورشة قصدنا منها أن تخرج بآلية يكون لها موقع تدار منه، وفي نفس الوقت هذه الآلية يكون عندها علاقات بالجهات الرسمية في الدولة على أساس أنها تأخذ جانب الرعاية وتأخذ جانب الإسناد من الدولة على أساس أنه تستطيع تنفذ كل الخطط والبرامج الممكن يعني تعالج هذا الأمن، أو في نفس الوقت توفر الجانب الآمن الممكن يعني نحافظ على جزء كبير من معالجة القضية يعني. أيضا من هذه الأهداف قصدنا منها أنه يعني نخلق كيان مجتمعي موحد يوحد لنا كل الأنظمة وكل المكونات وكل المنظومة الشقالة في إطار المخدرات بمختلف مسمياتها يعني، وتبقى في النهاية هي يعني نواة لجسم جديد يسهم في مساعدة الدولة في معالجة القضايا بصورة أشمل، خاصة قضية المخدرات. المواكبة يعني هي مهم إنه كمان نتحدث عن إنه الرسائل المواكبة للشباب. طيب، الرسائل المواكبة هي في النهاية نحن لابد من دخول المجتمع في قطاعات المختلفة يعني، سواء كان القطاع المهني أو قطاع الطلاب أو قطاع من غيره من القطاعات الآن اللي هي بهدد قطاع الطلاب على المستوى الأساس وعلى المستوى الجامعي أيضا هي واحدة من المسائل. نستحدث يعني أفكار جديدة لكيفية المحاربة أو كيفية الحد من التعاطي، اللي هي واحدة من المسائل بتقودك أنه أنت تخلي الشباب يفكر بعقليته باعتبار أنه هو عايش الواقع بكل تفاصيله. الشباب لغتنا الآن هي متقاربة لبعض، ممكن يقنعوا بعض، ندخل كثير من الجوانب الناس المؤثرين في المجتمع مثل سواء كانوا في القيادات الأهلية الشخصيات المعروفة، سواء كان على المستوى الفني أو على المستوى الدرامي أو على المستوى غيره. أيضا هي كان لها دور، يمكن يكون لها دور فاعل جدا في مسألة التوعية. نحث أئمة المساجد على أساس أنه يتناولوا هذه القضية بصورة فيها جانب من الجوانب الروحية والجانب ايوه التحريم والتحليل السوشيال ميديا يعني مهم. نعم. لانه عموما الشباب اصبحوا كلهم هي دي المساحه الموجودين فيها بالتاكيد. ابرز الان تحدثت عن مجمل ما يقدم من خلال الاوراق، لكن ابرز العناوين اللي ممكن تكون حاضره من خلال الورشه. الاوراق هي مجمله فيها ثلاثه محاور،
في محور عن التوعية وهذا بتقدم فيه ورقة، وفي محور عن المعالجات والعلاج اللي هو كيفية توفيره، كيفية إنشاء مراكز صحية على مستوى الأندية الشبابية، على مستوى المراكز، على مستوى غيره. نخرج من الإطار بتاع المستشفيات، نعمل مراكز شبابية يعني في 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 مواقع داخل الأحياء، على أساس إنه يبقى الوصول للمتعاطي سهل جدا، يبقى عملية الفحص بالنسبة له سهلة جدا. كيفية توفير علاج مجاني أيضا واحدة من المسائل اللي ممكن تناقشها الورشة في ورقتها، وكيفية توفير الدعم المادي الممكن يساهم في مسألة العلاج يعني يجي من ياتو جهة. تبقى بعد ذاك هي المسألة متروكة للنقاش، متروكة للحوار، متروكة للمعالجة. أيضا من المسائل من الأوراق الممكن تعالج المسألة مشكلة دعم الفضاءات الموجودة يعني الشبابية، لأنها الآن هي بيحتاج لإسناد على أساس أنها تكون عندنا فضاءات تستوعب الناس أو تستوعب الشباب، تملى لهم كثير من الفراقات، لكن بتحتاج لتأهيل كامل على أساس أنه الشاب يجد فيها الشيء اللي بيملى له رغبته والشيء اللي بيحقق له طموحه والشيء في نفس الوقت بيأهله لمسألة. أيضا من المسائل ممكن تتناول مجموعة الأوراق الثلاثة هي كيفية التدريب والتأهيل بالنسبة للمتعاطي تم شفائه، وبالنسبة للمتعاطي احنا في إطار انه نعالجه، وبالنسبة للشاب اصلا ما يكون عنده فراغ، يعني احنا نأهله بيات نوع من التأهيل الممكن يملى له الفراغ، تأهيل كما اشرت قبل كده انه نحن نوفر له مهنه يعني ايا كان، سواء كانت مهنه يعني المعالجات دائما يعني تكون المشكلات فيه يعني اما خوف الوصمه، ان احنا دائما من خلال المجتمع بنسعى لانه نحل هذه المشكله، وجانب اخر لانه المتابعه ما بعد المعالجه، في انه لا الشاب ما ينتكس بعد المعالجه، فما يمكن ان يقدم في هذا الجانب. ما يقدم في هذا الجانب هو في النهايه تدريب الشاب على مهنة، لكن المهنة هي توفير بعد ذاك التمويل بالنسبة لها. توفير التمويل هي من المسائل الأساسية، تدربه على مهنة، بعد التدريب تعمل له توفر له تمويل، بعد التمويل توفر له رقابة ومتابعة للمشروع على أساس أنه تطمئن على نجاح المشروع. النجاح المشروع بيخلق لك استقرار في نفس الوقت. الشيء الثاني التعامل مع الأقران برضو واحدة من المسائل، كيف أنت تنمي في الفرد شخصية أنه هو اختيار يختار نوعية المشروع الممكن ينجح فيه يعني. وفي مجموعة من المشاريع نحن الآن طارحينها، عندنا علاقات بدينا نعمل فيها على أساس أنه في مجموعة من عندنا الآن تنسيق مع جهات كثيرة على أساس أنها نعمل دورات تدريبية وتأهيلية وتحويلية حتى، وبدينا أنه كيفية أنه نحن نختار الشاب الممكن ناهل ونعمل له تحويل. دارين نركز على الطلاب الخريجين من الجامعات، لأنه مرات بيكون عندهم درس مجال ما فلازم نحاول نعمل له تحويل. احنا بنتمنى انه نرى كل هذه الحلول وكل هذه المخرجات واقعا، ونصل الى سودان خالي من المخدرات فعلا. شكرا جزيلا الاستاذ سيد الهادي محمد الزاكي، مدير الاداره العامه للشباب بوزاره الشباب والرياضه، وكان حديث اليوم عن هذه الورشه المغامره بوزاره الشباب والرياضه لسودان خالي من المخدرات، وزي ما ذكرنا هي جوانب مختلفه للبناء الروحي للشباب وللبناء في إطار حماية الشباب من المخدرات، وأهم ما يمكن أن يكون في هذا الجوانب هو ممارسة الرياضة، فرياضة في هذا الصباح.